اتقابلوا في واحدة من فرق مسرح الهواة، حسوا انهم مختلفين وان ليهم دماغ تانية وان عندهم حاجة جديدة ممكن يقدموها. استقلوا بنفسهم وعملوا فرقة خاصة سموها احنا الدنيا. حقق عرضهم الاول الجبانة نجاح كبير في العروض الخاصة وكمان المهرجانات. يا ترى عرضهم الجديد اللي مكتمين عليه هيكون عن ايه؟ انت بقى تمريكي ميكي بقى في الودي الودي بقى ليكي في الودي فادي بقى بس مروي زي مروي بقى شكرا ميكي مروي فادي. انا محمود عبدالله، انا 28 سنة، مهندس ديكور. الاول كنت ممثل، حسيت يعني ان في ميول شوية للاخراج، بدأت اقرأ شوية في الاخراج. اخرجت عرض اسمه الجبانة. ده كان اول عرض ليك؟ ده كان اول عرض ليا اخراج. طب كلمني عن فرقتك. اسم الفرقه احنا الدنيا. الاول كنا شغالين مع فرقه، مشينا من الفرقه برضك لظروف ما يعني. ده كل ده وانت كنت ممثل ولا ما بدات خطوه الاخراج؟ لا قبل خطوه الاخراج يعني. وانا ممثل كنا في فرقه هواه، سيبنا الفرقه دي وطلعنا قلنا احنا هنبقى فرقه مستقله لذاتنا. جينا مسكنا كذا عرض بس استريحنا العرض الجبانه، لما قريناه لقينا فيه برضك جديد، عرض جديد وفكره حلوه يعني. طب ايه الطريق اللي انت ماشي فيه علشان توصل رسالتك دي؟ هو انا ماشي في المسرح وافلام قصيره. بدانا بقى هنبتدي نعمل افلام، بنبتدي احنا اللي بنكتب الافلام برضو. فريقه؟ فريقنا احنا برضك هو اللي بيكتب الافلام. وبس هي الظروف، في حصل شويه ظروف الايام اللي فاتت دي، فمعرفناش نصور بقيه الفيلم اللي احنا كنا بنصوره، وبرضه انتاج ذاتي. انا شايفه ان انت بتعمل بروفات هنا في مكتبك. ده مكتبي، انا بعمل بروفات في المكتب عشان نلغي او اقلل الحمل علينا. اي فلوس طبعا عرض ولا حاجه بنجمع كلنا وبنعمل. طبعا معروفه فرقه الهواه بيجيبوا فلوسهم من على طريق التيكت. الحمد لله يا علي، يا علي اتوفر على الهجره بتاعتي يا علي. الدل والدل والدل والدل. بابا سافر ومش راجع تاني؟ يعني ايه مش راجع تاني؟ لا بابا هيجي تاني. طب انت مش شايف ان المسارح اللي بتتأجر دي بتستغل الشباب؟ هو صعب على بناء على مين اللي بيقول الرقم؟ يعني ما هو المسرح، في مسرح رومانس ده ب 3500 و 5000 جنيه. مسرح مصابين ب 5500، مسرح افاق ب 2500، بس المخرج او اللي هو بيخرج بيقول لك المسرح ب 11 ولا ب 12. كان مخرج الفريق نفسه. فانت بقى بتسمعي سعر غريب 12000 جنيه، يا لهوي المسرح بس. فهم بيصعبوها، ففيها في النص. لكن المسرح هو برضك ده اكل عيشه، مش بيستغل ولا حاجة. انت في مقدرة عرض وطلب، في مقدرتك انك تعرضي ماشي. احنا طبعا نفسنا في مسرح اللي هو مثلا يحتوينا ويتفرج على العرض. يعني العرض مش اي عرض وخلاص بقى، مش اي حد يطلع بقى عنده عرض يحجاه المسرح المسابير مثلا بخمسة ونص يقول له اعمل لي خصم. لا، يشوف العرض عرض يستاهل ويستحق ان هو يطلع يساعده. ما حصلكش مثلا انت وديت نص يترقب بترفض؟ هو كنص في الرقابة ما اعتقدش ان هي تخصنا انا، يعني هي تخصنا. بس طبعا هم بيصعبوها على الواحد. بس انا لما روحت رقبت يعني ما حصلش معايا ازمات بصراحه. طبعا هم بيمنعوا اي حاجه فيها كلام تخص الحكومه والكلام ده والسياسه. بس احنا برضك كل حاجه يعني، هو المسرح اصلا بيقدم رساله، بيقدم واقع، بيقدم شعر. طب الناس اللي بتختار ان هي تبدا من مسرح، شايف عشان المسرح ده تقريبا اسهل باب ممكن تخش له حته التمثيل، بيبقى اسهل من الميديا. بس بعد كده اللي بيمثل مسرح بيعشقه. لو هو فنان بجد هيعشق خشبة المسرح عكس ممثل الميديا. في ناس بتطلع كده
ومفيش مخرج هيشغلك الا لو ليه مصلحه. الطريق ده ما فيهوش اي ميكروباص جاي كده ولا كده؟ مش عارف انا ايه الخرا ده؟ ازاي اقول كده؟ يعني انا وانا واقف في الشارع في نص الشارع اقول الكلام ده وكله كده؟ يا اسطى هرم؟ طب مؤسسه طب خدني في اي حته طيب؟ ايه الحلاوه دي؟ بقول لك ايه؟ انا عايز ولاعه. معكيش ولاعه. خلاص خلاص امشي جاتك القرف. بس بصراحه يلا هو ايه اللي عملوه؟ ما شفتش ماما، اصل هي سابتني انا لوحدي ومش عارفه اروح البيت. طب انت يا عم انت ما شفتهاش؟ طب انت مش عارف شكل ماما؟ دي ماما حلوه كده شبهي وكده، وشوف شعري حلو ازاي وماما اللي عاملاه لي، انت ما شفتهاش؟ طب انا كده افضل انا لوحدي، بس انا خايفه قوي. لا انا لازم اعمل حاجه، لازم اهرب من هنا بدل ما حرام يجي يخطبني ولا حاجه. لا انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل اكني كبيره وهحط ايدي كده جنبي واكني كبيره، محدش هيعرف ان انا صغيره. مساء الخير يا زوج. الباشا منين؟ السبتيه؟ انا مش فاهم. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ حلوه العجله الجديده دي؟ دي قسط ولا كاش؟ طب يا زوج انت قلت من السبتيه؟ ايه؟ طب انا من شبرا ومعرفش بيعلموك الكلام ده في السبتيه ولا لا؟ لا بس احنا في شبرا متعلمين على الاخلاق الحميده والذوق والاحترام، والاحترام بيقول لما تيجي تقف لتوكتوك يا حبيبي في الموقف لازم تسال الاول عم عبده، محسوبك عبده بيدلقوني يقولوا لي عبد الله. انت ايه اللي منزلك هنا يا ريس؟ ما ترد عليا، هتقعد تلمع في الحته ديت لغايه الصبح. انا اسمي علي زمروي، عندي 21 سنه، مساعد مخرج في فريق احنا الدنيا. طب انت كمساعد مخرج بقى فهمني يعني ايه مساعد مخرج؟ تمام. دلوقتي هو المخرج بيكون مهمته ان هو مثلا يعرف يركز في حركه ما يركزش فيها بعد كده، مثلا يعني ان هو عايز يشوف خياله هيوديه لفين ويفضل مع خياله. ده المفروض اللي انا مطالب بيه، اللي المخرج بيتخيله او بيوصله انا اكون متابعه، بلس ان لو عندي اضافه معينه من حيث اوفرتير فينال كده بستشير فيها المخرج، وطبعا الراي الاول والاخير بيكون ليه، بس طبعا ده بيكون سبب اصلا ان هو مثلا اختياري ان انا اكون مساعد مخرج، مش لاني اكفأ واحد في الفريق، ولكن ممكن يكون هو المخرج مثلا بيشوف ان انا ممكن اضيف في الحته دي فبيبدا يثق فيا في الجزء ده. انتوا بتعملوا في العروض بتاعتكم استعراضات؟ مش في كل العروض، احيانا بنعمل استعراض في الاوفرتير، بس انا يعني الفرقه بتاعتنا ما بنحبش نعتمد على ان الناس تبقى منبهره بينا لوجود حد مثلا عامل دانس شو مثلا، او ان جبت حد يعمل حاجه تلفت الانظار فتنسيني مثلا غلطه غلطها ممثل قبليها او كده، او ادخلك في مود معين. بنحاول على قد ما نقدر نشد الجمهور بان انا اعيشه قصه، يعني احنا في قصه مثلا احنا ما بنطلعش الورق غير لما احنا بنقرا القصه بنتخيلها بننبهر بيها او بنتبسط عشان قريناها، فبنبدا ان احنا نحاول نوصل للجمهور اللي بيتفرج علينا الاحساس اللي احنا حسيناه واحنا بنقرا الورق، يعني عايزين نوصل له شغف ايه اللي هيحصل بعد كده. يعني انتوا بقى هنا بتستعينوا بحد من بره الفريق ولا انتوا برضو ده في الاغلب احنا اللي بنعمله؟ ممكن نستعين في حاله ان احنا عايزين نعمل حاجه ما حدش فينا بيعرف يعملها، يعني مثلا احنا عندنا ناس في الفريق، واحد مثلا بيرقص صلصة بيرقص مش عارف ايه، في عند مثلا انا بلعب باركور بقالي 6 سنين ويعني بروفيشنال في ده، فممكن انا لو حاجه محتاجه الباركور انا اكون انا المسؤول عنها، حاجه محتاجه دانس شو معين يكون
مثلا باسم مسؤول عنها ان هو مثلا اللي بيعرف يعمل كده كل حاجه طبعا يعني من الاخر ادي العيش لخبازه يعني هو كل واحد اللي فينا بيعرف يعمل حاجه خارجه عن المسرح واحنا احتاجناها في المسرح بيعملها في حاله ان احنا ما عندناش السكيل دي طبعا يعني بنعرض على حد من اصدقائنا برضو اللي عندهم السكيل دي من بره ان هو يساعدنا في ده يعني في المسرح. طب الحاجات بقى اللي بتكمل عرض المسرحي المزيكا والإضاءة تمام هي كل الحاجات دي زي ما انت قلتي هي بتكمل العرض من حيث الشكل اما طبعا يعني مثلا احنا بنعتمد في عروضنا ان احنا ما نكترش من البلاكات ان انا مثلا كل شوية بلاك ومش عارف ايه اعمل ايه اعمل ايه ولا الناس بتجري على المسرح وترمح طبعا بنشوف الكلام ده كتير لان ده برضو بيقلل من مستوى العرض احنا لما كنا شغالين في الفرقة اللي قبل دي على طول كنا بنشوف ان مثلا محمود عبد الله اللي هو دلوقتي المخرج بتاعنا كنا شايفين ان هو مثلا ليه اضافات كتير قوي في العروض اللي كنا بنشتغل فيها بس الفرق ان الصوره النهائيه يعني ما بتطلعش بالشكل الصح لان عارفه لما بنحط على حاجه ملح كده فوق عشان خاطر هو مش ما عندوش الابيليتي ان هو يبقى يعمل ده يعني لان هي حاجه في الاول وفي الاخر ما بتكونش بتاعته من اولها لاخرها بالظبط فساعتها حصلت ظروف ما يعني قررنا ان احنا نعمل فرقه لوحدنا طبعا ان يكون المخرج بتاعنا محمود عبد الله لان احنا كان بالنسبه لنا ده مصدر الثقه بتاعنا في المسرح في تفاصيل كتير هي اللي خلتنا ان احنا نبقى واثقين في الشخص ده ان هو يكون مسؤول عن الفرقه من حيث الاخراج بدأنا طبعا الفرقة عملنا بقى العروض بتاعتنا يعني انتوا كلكم كنتوا اصلا شغالين مع بعض من الاول تمام بس في ناس اتضافت علينا طبعا اتضافت عليكم مين في مثلا صديقة مثلا من الجامعة عندها نفس الهدف بتاعنا بس مثلا مجربتش فبنبدأ نحن نضمها مثلا علينا فخلاص مثلا بتكمل معانا في ان مثلا حد يكون شغال في فرقه تانية شافنا بنعرض مره فمثلا عجبه الموضوع فجه لقينا الكيمياء ما بيننا كويسه وفي نفس الوقت احنا عندنا نفس الاهداف فبينضم علينا. اسمحوا لي اعرفكم بالفاموليا فخوم الباترينا عندي يا عم انت ده اسم سمى حاجة كده من الزمن الجميل زي ما انتوا شايفين هو انت بتكلم لي عن حاجة كده من الزمن الجميل زي ما انتوا شايفين ياما 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 لبس هدوم ناس احتياري كلام في صوركم لما اشتريته قالوا لي اللي كان بيوقف الرحلات الكبيره قوي في اوروبا زي ما بقول لك كده اوروبا قبل ما يقدم يجي هنا الحكم اي حدا بيقدم بره يبعتوها هنا حكم كل حاجة بتقدم بره يجيبوها هنا اخرتها بقى في الباترينا دي عموما مش هتفرق كتير هناك ملكان وهنا ملكان انا باسم علي عندي 34 سنة مهندس مشارك مع فرقات واسمها احنا الدنيا مسؤول عن الحاجات المالية للفرقة وممثل في الفرقة ضميت على الفرقة بعد كانوا عارضين عرض اسمه كبانة كانوا مشاركين في مهرجان وبصراحة جيت حضرت معهم بروفا فريق شغال كويس مجتهدين في تمرين دايما في البروفات في شغل النص لما بنختاره بنختار نص نوصل بيه رسالة مش نص خلاص كل عنده طموح مع اختلاف كل واحد طموحه ايه بس الفريق كله عنده طموح فالحمد لله شاركت معاهم ودلوقتي شغالين على عرض جديد
اسمه كاترين أزاز، ربنا يكرم، تأليف أحمد سمير. طيب بالنسبة لحضرتك بقى ماسك الشؤون المالية بتاعت الفريق، اشرح لي بقى لما طبعا انتوا هنا انتاج ذاتي ومفيش منتج ولا اي حاجه، نقدر نقول انتاج حبي، يعني احنا كلنا اصحاب، فالموضوع ببساطه احنا عايزين نقدم حاجه، وعشان تقدمي حاجه محترمه انت لازم تضحي بكذا حاجه، منهم وقتك، مجهودك، تركيزك. الحياه بتاعتنا بقت عباره عن احنا عايزين نعمل ايه، فالموضوع بقى تمثيل. المخرج بتاعنا موفر لنا مكان نعمل فيه البروفات، فمفيش تكلفة إضافية على الحضور. الصندوق بيساعد، احنا عاملين صندوق للفرقة، كل بروفة بدل ما بندفع بروفات برا هو تطوع، مفيش حد مرغم انه يعمل كده، ولكن كلنا عشان بنسعى فكل حد بيحط حاجة في الصندوق، ومش لازم الفلوس تبقى متساوية، كل واحد حسب مقدرته. وبنيجي قبل العرض بنفتح الصندوق نشوف فيه ايه، وحسب متطلباتنا بنقدر نخدم العرض. بس كده ببساطة عن الموضوع المالي بتاع الفرق. يعني عشان في الاخر برضو ما تحسوش الموضوع مكلف عليك بالظبط، لما احنا بروفاتنا بتطول لان احنا بنشتغل على عرض، مش عايز اقول باحترافية، احنا كلنا هواة، بس على قد ما بنقدر بنسعى في العرض وبنحط تفاصيل، دايما بنزود، فاجتهادنا ده بيحتاج وقت. فمع الوقت لو احنا كل بروفة حد 10 جنيه 5 جنيه يعني وريفر القيمة ايه، مع مرور الوقت الفترة الزمنية بتلاقي في مبلغ كويس تقدري تبدأي بيه على الأقل ديكورك، يعني على الأقل تقدري تعملي الديكور. بس متحتاجش بقى لو احتاجت مثلا مبالغ إضافية ممكن نطلب حاجات بسيطة من كل واحد بقى مقدرته ساعتها، وبنعتمد ربنا بيكرم ساعات في التيكت ساعات لأ، واللي معاه بيساعد. قلتوا إن في الآخر التيكت ممكن الحاجات اللي اتدفعت ما بتاخدوهاش تاني، بنتدين لبعض يعني، بنتدين في السيركل بتاعتنا احنا، الحمد لله رب العالمين ما بنحتاجش حد من بره، حد ربنا ميسر له فبيبقى مساعد شويه، وبيستنى لما الظروف التانيه تبقى احسن فبيسد. يعني الموضوع بقول لك ماشي صداقه اكتر ما هو شغل، وده اللي مخلي الموضوع حلو، لان احنا كلنا عندنا هدف واحد، ان احنا عايزين نقدم قيمه للناس. انا مش فارق معايا شغل، يعني انا مش فارق معايا، انا عايز امثل. فبدل انت وصلت للحاله بتاعت انا عايز امثل، اي حواجز قدامك هتكسرها لمجرد ان انت توصلي للهدف ده، ان انت تقفي على مسرح، سواء مسرح او كاميرا، بس انا واحد من الناس بفضل المسرح عموما، سواء وقفه المسرح وان الناس تسقف لك في الاخر وتقول لك برافو او قدمتي حاجه. مش عايز اقول فكر، وعايز يعني مش عايز اضخم التعبير، ولكن قدمتي حاجه محترمه تليق بجمهور جاي يتفرج عليك وتسقف لك في الاخر، فاذا انت ماشيه صح، وانا ماشيه صح ربنا في الاخر هيكرمك. يعني انت شايف ان انت نجاح العرض او نجاحك انت كممثل ممكن بيغطي مثلا ان انت الفلوس دفعتها ما رجعتلكش؟ بالظبط بالظبط، ما بيبقاش فارق معاك على قد ما انت نجحتي. بنشارك في مهرجانات، بس المهرجانات بتبقى مهرجانات برضو هواه، بيبقى في فرق طبعا محترمه، وبيبقى في تصفيات وفي وفي وفي، بس بتساعد شويه ان جمهور مختلف يشوفك غير اصحابك وقرايبك، فلما بتتشافي من حد غريب الموضوع بيتوسع اكتر. اسمي رضوى محمد، عندي 20 سنة في كلية اعلام، بمثل في التيم من ساعة ما بدأنا. طيب كلميني بقى عن العرض، العرض اسمه ايه؟ فاتشينا ازاز. ايه قصة العرض؟ قصة العرض بتتكلم عن مميزات الانسان وعيوبه، ان كل انسان عنده مميزات وعنده عيوب، بيتكلم انه مش كل الناس كويسة، في وحش في حل، بس فبيكبروا بقى انه في يعني تبقى مشاكل بتحصل بيواجهها الانسان مع مثلا اطفال، ناس كبار، شباب، كل واحد بيبقى ليه اتجاهاته، كل واحد ليه فكره كده. بس طب ودورك في العرض؟ دوري طفلة صغيرة المفروض ان هي اللي بتنشر البراءة يعني وسط الناس الشريرة مثلا او كده، بتدي باور كده لكل اللي موجود في العرض يعني. بس طيب انت اشتغلتي ده اول عرض يعني اشتغلي مع الفرقة دي، ولا انت اشتغلتي قبل كده معهم حاجة؟ لا اشتغلت الجبانة اول عرض عملني، قصدي على الحزن اللي انت فيه. احنا مش بنه، احنا بلاستيك والخشب ولو وبعدين يا لو احنا ما لناش ذنب، هم اللي بيعملوا
بيعملونا بيض او سود زي ما هم عايزين. عندك حق، هم فعلا السبب. على فكره بقى انت كده احمد، لو كنت ابيض كان هيبقى شكلك مش لايق على لبسك خالص. فعلا انت كده احلى. امال ايه النجمين بيعملوا فينا كده؟ يمكن عشان عارفين اننا ما بنحسش. ايوه هو بلاستيك فعلا ما بيحسش. انا خشب. ولو انا نورهان اشرف، عندي 25 سنه، في كليه اعلام، لسه برضو بدرس بس، ودخلت الفرقه مجرد صدفه. زمايلي في الجامعه طلبوا ان انا مثلا دور ام في مسرحيه الجبانه. يعني دي كانت اول مره تمثيل ليكي؟ انا كنت داخله المفروض ان انا باوكنز موقف ان هم هينهاروا من غيري كده، بس طبعا ده طلع اي كلام طبعا في دماغي. بس وعجبني طبعا التمثيل والفرقه بصراحه ما شاء الله يعني عليها، يعني قررت ان انا اكمل معاهم. طب لما انت قررتي انت تكملي معاهم، خدتي بقى ورش عشان تبصلي حتى لايه تطوري من نفسك في حته التمثيل، بقولك اصلا ما كنتي بتمثلي قبل كده؟ هو بصراحه عندنا مخرج ما شاء الله عليه، يعني مش محتاجه ان انت تروحي تاخدي ورشه، يعني ما شاء الله بيعلمك من الصفر لحد ما انتي متستوعبي ما شاء الله بيه يعني. طيب كلميني بقى عن دورك في العرض. انا دوري دور راجل اسمه كلاسيك قديم كده، هو وهو مش كلام كتير في المسرحيه، بس ايه بيطلع بنقط كده، هو بيفكرهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نعمل حاجات اكتر من كده، وبيوقفهم عند حدهم يعني. طب انت لما تثبتي بدور الراجل انت ما اعترفتيش، قلتي لا انا عايزه اعمل؟ لا 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 بالعكس خالص، ده انا اللي اخترته، وانا اللي رحت للمخرج وقلت له انا عايزه الدور ده، قال لي هشوف يعني تثبتي يا ما تثبتيش في الدور. يعني هو اصلا ما كانش في خياله ان هو يخلي بنت هي اللي تعمل الدور؟ لا هو يعني هو عرض الفكره علينا، وبس انا اللي اصريت الصراحه من الدور. طب ايه تخيلك للشخصيه؟ تخيلي للشخصيه قديم بكرش كبير، شنب وشعر فرقه كده، شخصية قديمة يعني من اللي هم من الناس القديمة. طب انتي مش خايفة ان انتي يعني بنوتة وعملتي دور ام قبل كده ان انتي تيجي تعملي دور ولد؟ لا خالص خالص بالعكس، يعني مع حد زي الاستاذ محمود عبد الله صراحة يعني ممكن يعملك قرد عادي يعني، وتصدق الجمهور ويصدقك الجمهور وزي فل. المشكلة الحقيقية انك ممكن توقع نفسك عليه وتتكسر، وهو يقوم سليم. انت اللي لابس كذا وانا كذا، انت اللي وافق بيتهيألي كده، في حد فرفور هنا بيتكلم. فانكي فرفور انت فاهم يا كاجوال؟ اولا اسمي استاذ كاجوال، وتاني مره ما تيجي تكلمني ترفع ياط القميص كده كويس تمام، وتكلمني باحترام. يا نهار اسود، انت كنت هتوقعني. طب بقول لك ايه، احنا مفيش بينا كلام اصلا. مالكش يا باشا، احنا بينا رهان وبس. ايوه رهان وبس، وتعالى ونشوف مين فينا اللي هيبيع هدومه الاول، واللي يبيع هدومه الاول يبقى هو اللي كسب الرهان. انا احسن واحد هنا ببيع هدومه. هنشوف مين فينا اللي هيبيع هدومه الاول، واللي يبيع هدومه الاول قلت لك هو اللي هيكسب الرهان. طب انا مش عايز خمسينات بجد، لو في عشرات كده او خمسين خلاص نبقى نديك الباقي. يلا يا جدعان، محدش فلوس البروفة. بكي يلا محدش فلوس. ايه الغنى ده؟ مفيش فكه.